الاقتصاد وسارة قداح. مساء الخير سارة. مساء النور وفضل. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية، والبداية مع العناوين. مجلس الوزراء يناقش السياسات الاقتصادية والمالية للوزارات ويوجه بإعداد حزمة إجراءات لتحريك العملية الإنتاجية. نمو حاد لعجز ميزانية الاتحاد الأوروبي وخسائر بسبب خفض أسعار الطاقة. أهلا بكم. ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس واقع السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والدور المنوط بكل وزارة، ووجه المؤسسات الاقتصادية المعنية إلى إعداد حزمة من الإجراءات والسياسات والبرامج التنفيذية الكفيلة بالتعاطي مع الواقع الاقتصادي وتحريك العملية الإنتاجية وتأمين مستلزماتها بالتكامل والشراكة مع فعاليات القطاع الخاص. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على اللجان المعنية في المحافظات ترتيب أولويات الكشف على المباني المتضررة واتخاذ الإجراءات الفورية حفاظا على السلامة العامة. ووافق المجلس على تمويل مشروع تأهيل الأبنية المتضررة في ضاحية عدرا العمالية، وأكد على العدالة في توزيع الخدمات وإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية ومنع الاستجار غير المشروع ومتابعة واقع المشاريع الكهربائية قيد التنفيذ في ريف دمشق واللاذقية وحلب ووضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة. وكلف وزارة النقل إجراء صيانة لطريق الميادين البوكمال نظرا لأهميته من الناحية الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية مع العراق. ناقش مجلس الوزراء اليوم موضوع الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الأجراء العامة والإسكان بناء على عرض قدمناه حول واقع هذه الشركات من حيث تخصص الشركات وتوزيعها الجغرافي والعمالة والآليات التابعة لهذه الشركات. أيضا وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال العامة والإسكان بتخصيص 3,600,000,000 ليرة سورية تقريبا لترميم المساكن في ضاحية المساكن المتضررة التي تحتاج إلى تدخل سريع، تدخل إنشائي سريع بضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية. أجرى المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعا لواقع تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والتي بلغت 53 مشروعا بتكلفة تقديرية 1,616,000,000,000 ليرة سورية. وأكد عرنوس أن المشروعات الاستراتيجية تحتاج إلى رؤية واضحة والمزيد من دراسات لتحقيق الغاية المرجوة منها. من جانبه أوضح مديان دياب المدير العام لهيئة الاستثمار أن عدد المشروعات التي دخلت الإنتاج الفعلي بلغ 10 مشروعات، فيما بدأت 7 مشروعات بتركيب الآلات تمهيدا للبدء بالإنتاج التجريبي، إضافة إلى 17 مشروعا حصلت على تراخيص البناء. هذا وكانت أصدرت الهيئة تعميما حددت من خلاله الآلية الإجرائية لمنح التخفيض الضريبي المنصوص عليه في قانون الاستثمار رقم 18، وتم منح حوافز ضريبية للمشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50%.
ضبطت الضابطة العدلية لدى مصرف سوريا المركزي بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي أحد المكاتب التجارية بدمشق يقوم بالتعامل بالقطع الأجنبي بما يخالف المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته. وأكد المركزي أنه تم مصادرة المبالغ المعدة لارتكاب الجرائم الجرم في المكتب التجاري المذكور وتوقيف القائمين على المخالفات ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء أصولا. كما دعا المركزي إلى عدم التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات حرصا على عدم التعرض للإجراءات القانونية. في السياق قال المصرف في بيان نشره على صفحته على تيليجرام إنه يتابع منذ فترة المتغيرات الاقتصادية في سوريا والخارج، وبناء على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية والدراسات التحليلية التي يجريها، إضافة إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها، مضيفا أنه سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات يعلن عنها تباعا في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها وتشجيع الإنتاج وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية وانسيابية عمليات تصدير الإنتاج وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية. أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها لم تصدر قراراً بإلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري، بل تلك الإلزامية ينص عليها قانون حماية المستهلك في الأساس، لكنها أمهلت المخالفين مدة للحصول على سجلات مساعدة لهم ولحمايتهم من دفع المخالفات. كما ألزمت غرف التجارة بتقاضي رسوم منخفضة للدرجة الرابعة. وبيّنت الوزارة أن مجمل تكاليف الحصول على سجل تجاري وعضوية غرفة التجارة والتأمينات بالنسبة للدرجة الرابعة تبلغ نحو 150 ألف ليرة سورية أو أقل. تتقاضى منها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 15 ألف ليرة فقط، مؤكدة أنها تقدم كل أنواع التسهيلات لأصحاب الأعمال البسيطة لحصولهم على السجل التجاري. عالميا أعلن المكتب الإحصائي الأوروبي يوروستات أن العجز العام في ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي نما بشكل كبير في الثلث الأخير من العام الماضي على خلفية إجراءات خفض أسعار الطاقة، هذا في الوقت الذي ما تزال أوروبا تبحث عن بدائل للغاز الروسي. أصبحت أرقام العجز رسمية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، فالزيادة في الإنفاق العام جعل عجز الميزانية الحكومية يبلغ 3.3 في منطقة اليورو و 3.2% في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من العام الماضي. هذا فيما تتزايد أيضاً أرقام الخسائر في أكبر الاقتصادات الأوروبية، حيث كشفت دراسة ألمانية أن الخسائر التي قد يتكبدها الاقتصاد الألماني جراء تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وجميع التهديدات الاقتصادية المرتبطة بها قد تصل إلى 175 مليار يورو، وهو الاقتصاد ذاته الذي ما يزال يتكبد خسائر قد تستمر لسنوات قبل أن تتمكن من استبدال واردات خط الغاز الروسي بأخرى للغاز الطبيعي المسال وفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد الألمانية. لقد تعلمت البلاد الدرس بعدما أفرطت في الاعتماد على روسيا، وهدفنا الآن هو بناء قدرات استيعابية تتيح لألمانيا إمكانية استقبال كميات مماثلة من الغاز تعادل الكميات التي كانت تستوردها سابقاً دون الاستيراد من روسيا، وقد يتطلب الأمر حتى عام 2026. وفي وقت تسارع المملكة المتحدة لتجهيز محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لبدء الاستعداد للعمل للمرة الأولى في حالة الحاجة إليها بالتزامن مع موجات البرد القارس المفاجئة، يتصدر التعاون الجزائري الإيطالي عناوين رحلة البحث الأوروبية عمن يعوض الغاز الروسي.
بإمكان الجزائر أن تصبح رائدة بمجال الطاقة، وإيطاليا ستكون بوابتها إلى الأسواق الأوروبية والعالمية. هناك هدف لزيادة صادرات الطاقة من الجزائر إلى إيطاليا، وبالتالي من الجزائر إلى أوروبا، وذلك من خلال دراسة إمكانية نقل الغاز وتحقيق أنبوب غاز جديد يسمح بنقل الهيدروجين وخط الكهرباء تحت سطح البحر، وأيضاً الغاز المسال. وعلى ما يبدو فإن تلك التصريحات الطموحة لم تكن كافية لمنع إغلاق محطات الوقود في إيطاليا احتجاجاً على سياسة الحكومة واتهامات بتورط بعضها في المضاربة على الأسعار. هذا وأعلنت كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي أن المؤسسة النقدية تعتزم المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة لمكافحة التضخم الذي لا يزال مرتفعاً جداً في منطقة اليورو. وعقب هذا القرار اتسعت مكاسب العملة الأوروبية الموحدة اليورو. لا يزال يتعين على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير وبوتيرة ثابتة للوصول إلى مستويات تقييدية كافية والبقاء في هذه النقطة طالما كان ذلك ضرورياً. ختام الاقتصادية، شكرا للمتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع الزميلة وفاء. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك.